ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة على قناة طالع اهلاوي، حلقة مهمة جدا جدا، واتمنى ان انتوا تكملوا معايا فيها للاخر. هنتكلم النهاردة على حاجات كتيرة جدا. اول حاجة تصريحات مودست اللي طلع وقال ان هو في خلال الاسبوع ده اتخذ القرار النهائي. التصريحات يلا كورة نقلتها عن مودست، وان مش هيشعر بالخجل ان هو هينزل لمستوى اقل من اللي هو كان بيلعب فيه لمدة 16 سنة في أوروبا، وطالما إن ده هيبقى مبسوط وهيبقى مريحه. ويلا كورة نقلت التصريحات دي عشان يطلع الإعلام اللي هو زي إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر والناس دي كلها، والصفحات الزملكاوية والقنوات اللي احنا عارفينها تطلع تتكلم وتقطع في مودست اللي هو لسه ما جاش اصلا. ويلا كرة ما قالتش ان التصريح ده قديم، والتصريح ده من ايام ما كان نازل من بروسيا دورتموند لكولين وبيتدرب معاهم وقال التصريح ده. فيلا كرة طبعا احنا عارفين ان يلا كرة من المواقع اللي هي بتحزق ضد النادي الاهلي، واي خبر ضد النادي الاهلي اجري واعمل اي كلام عشان نركب الترند ونتصدر ونعمل بوم وخلاص. بس انت اصلا بتقول اي كلام. الادمن اللي نزل الخبر ده ما تعرفش كان في موقف بينه وبين الاهلي وهو صغير، في ضلمة في حاجة، ما تعرفش الادمن ده ايه ظروفه اللي نزل الخبر ده، او الصحفي اللي في يلا كورة اللي نزل الخبر ده. لان التصريح ده زي ما قلنا هو كان في الفترة اللي مودست انتقل فيها من دورتموند لكولن. بس طبعا ابراهيم عبد الجواد اللي انا عارف عنده شويه، اللي طالع يقول لك ازاي الاهلي بيفكر في مهاجم عنده 35 سنه، وده يعني اللي هيجيب التايهه وده اللي هيحل كل حاجه. يعني مهاجم كبير عنده 35 سنه، ازاي الاهلي رايح لمهاجم زي ده؟ طبعا ابراهيم ده اللي هو طول السنين او السنتين ثلاثة اربعة اللي فاتوا وهو اي حاجة ضد الاهلي يطلع يتصدر له ويفتح له صدره. اي حاجة ضد الاهلي انا موجود، انا لازم ابقى ضد الاهلي، اي حاجة ضد الاهلي انا هشيل حديد ضد الاهلي. بس لما بتبقى فيه نجاح او انجاز للاهلي او اي حاجة، لا ابواب اندهلي يا جماعة، انا مش موجود، انا مش شايف، انا مش عارف ايه، اصل الاهلي ده كان بيلسعني في حتت وحشه وانا صغير، اصل الاهلي اوف اح. ما بالراحه، مش انت اللي بقالك كذا سنه بتطبل وشغال طبله لشيكابالا؟ ازاي شيكابالا 37 ولا 8؟ شيكابالا اصلا مخلص كره من السبعينات ولا التسعينات. شيكابالا ازاي شيكابالا لسه بيطير ويعافر وبوم طخ واوف اح وشيكابالا ومش شيكابالا؟ تيجي تبص على شيكابالا ده بيعمل بيجيب 5 تجوان في الموسم، يعني شوف 5 تجوان. لا طب شيكابالا بيعمل بيصنع؟ لا. طب بيرقص وبيجري وبتاع؟ لا. طب يا امال يا ابني انت طالع تمص في شيكابالا ودماغ شيكابالا وشيكابالا شيكابالا وشيكابالا وماسكه مصاصه وعمال حضنه وبتاع ليه يا ابني؟ طب ما تعرفش. طب لما عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف اكرامي والشله الفاسده دي راحت بيراميدز، كان من اول الناس اللي طلعت برضو تطبل وتسقف وترقص للعيبه دي. بص ده عندها كام سنه والسن ده رقم في البطاقه، وبص اللعيبه دي بتعمل ايه، وبص اللعيبه دي بتسوي ايه، واللعيبه دي جامده والاداء، ولا اللي عندهم 18 سنه واللعيبه دي اصلا مبطله كره في الاهلي، واحنا كجمهور كنا فرحانين اللعيبه دي غارت في داهيه، لان اللعيبه دي كانت تحس ان انت عايز كل واحد يركب مكان عشان يجري. فانت ايه ظروفك بالظبط معانا؟ انت كابراهيم عبد الجواد ايه ظروفك معانا؟ ايه مشكلتك مع الاهلي؟ كل حاجة ضد الاهلي انا هعمل منها قصة وفيلم ومسلسل وانزلهم عرض اول. طب حاجة للاهلي وبتاع؟ لا انا مش شايف. ايام موسيماني مدرب جامد جدا وعام واخد 2 افريقيا وسوبر افريقي وبتاع والدنيا دي، و2 برونزيه كاس عالم،
لا ازاي الاهلي راح يجيب مدرب من جنوب افريقيا؟ وازاي وازاي يا ابني جنوب افريقيا دي كان بيغموا عينيك وياخدوك فيها هناك بغصب عنك تسافرها يعني ولا ايه؟ مش فاهم مالها يعني. فيريرا طلع اسطوره ما خدش يعني، عمل ايه يا جماعه؟ يا جماعه انتوا ايه المقياس اللي احنا يعني نتفق فيه معاكو مع الاعلام ده اللي انتوا بتقولوا على مدرب او لعيب ناجح؟ الطبيعي ان مدرب ناجح يعني بيجيب بطولات، يعني المدربين بيجيبوا بطولات. لا ده اللعيبه المدربين دول اي كلام، وما ما عندهمش فكر في الكوره زي ما رضا عبد العال ده بيقول. طب رضا عبد العال ده تبص عليه تشوف ان هو كمدرب، كمدرب عمل ايه؟ هبط فرق، ما خدش بطولة، مش عارف اصلا يدرب فرق، ويقف على الخط يا لهوي يا لهوي، يخش بسجارة وكوباية شاي. طيب ده طالع في الاعلام بيقيم ناس زي موسيماني وكولر، انت متخيل؟ يعني متخيل ان دي الناس اللي بتنظر وبتودي وتجيب واحد زي رضا عبد العال؟ طيب ابراهيم عبد الجواد ايه مؤهلاته ان هو يبقى اعلامي عينه خضرا؟ ايه مؤهلاته ان هو يبقى اعلامي عينه خضرا؟ هو عينه خضرا بيطلع انا عيني خضرا، انا اقول الخبر وانور بعيني. انت ايه كاعلامي، ايه الحياديه والمهنيه في اللي انت زي ما طلعت قلت على شيكابالا وعبد الله السيد واحمد فتحي والشله اللي هي في المعاشات دي، طالع تقول عليهم ان هي الناس دي جامده جدا والناس دي قويه جدا، والاهلي رايح يجيب مهاجم توب ليفل 16 سنه في الخمس دوريات الكبرى، هداف معاه بطولات، جوان براسه برجله وتحركات مكسر الدنيا، طالع تقول عليه ازاي؟ ليه الاهلي رايح يجيب ده؟ طب ما بتقولش كده ليه على السعوديه اللي رايح جايبه كلها لعيبه فوق الثلاثينات، وطالع انت بص السعودية، بص النصر، بص الهلال، بص الاهلي، بص الاتحاد، ما بتطلعش ليه تقول الكلام ده برضه؟ ولا انت عشان خايف ان هم لو قالوا يلا يا ابراهيم عبد الجواد عايزينك عندنا في قناة هناك، ولا عايزينك في تشتغل بتاع شاي في اي حتة هناك وهتجري على طول؟ ما بتطلعش ليه؟ ولا الشبشب هيترفع لك من هناك ومفيش بقى ابراهيم تاني؟ مش هتعرف تاخد سبوبة في السعودية لو جاتلك؟ ها انت ايه المقياس؟ ما احنا عايزين، ما احنا بنتكلم بعقل، ولا انتوا ما انتوا ما عندكم يعني الناس دي اصلا ما فيهاش عقل؟ ايه المقياس اللي انت بتقول على لاعب كويس ان هو بيجيب اجوان وبيساهم في بطولات وبيساهم في صناعة اهداف ومؤثر مع فرقته؟ في لعيبة بتعمل كل ده وبتطلع تقول على لعيبة اي كلام؟ طب ايه المقياس اللي انت بتتكلم فيه على مدرب اللي هو بيجيب بطولات وبينجح واداء وكل الكلام ده موجود، وبتطلع تقول عليه ده فقير، ده ماشي مع اللهوي، ده مش عارف ايه، ده ايه؟ طب انت تشوف الناس اللي هي بتنظر دي وبتضرب المثل بنفسها دي لما اتحطت في نفس المكان ده عملت ايه؟ صفر صفر. طب انت بقى طالع تشاور وتنظر وتعمل بناء على ايه؟ انت طالع تقول الحبشكنات دي كلها بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ اللعيب لسه ما جاش مصر وطالعين تهاجموه، اللعيب لسه ما جاش مصر وطالعين تهاجموه. طفشت موسيماني والاهلي هو اللي سلم موسيماني للاهلي، طفشت موسيماني وكان مدرب ناجح وهو احد اساطير التدريب في النادي الاهلي بيتسو موسيماني، بيترازوا في كولر بس كولر قرح وصايع وبيديكوا على دماغكوا في المؤتمرات ومش بتعرفوا تيجوا سكه معاه، قلتوا على سافيو مش عارف ايه وبتاع واصطدتوا في الماء العكرة واللعيب طفش بقى، هو ايه بقى؟ فين دماغ الناس اللي بتتفرج على الناس دي؟ دماغ الناس اللي بتمشي ورا اخبار الناس دي؟ دماغ الناس اللي ما اللي ما سايقه ورا الناس دي؟ ما هي الناس دي يا جماعه بتبان على حسكم انتوا، على الناس انتوا اللي بتنجحوه، الناس دي بتظهر على حسكم انتوا، انتوا فين؟ الناس دي ما المفروض ما تتشافش يا جماعه. اشوفكم في حلقه جديده، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناه، اتكلم
كان معكم طه الاهلاوي، اشوفكم في حلقة جديدة.